طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. من المواقع المحليه اكثر من 500 مقبره افتتحها الحوثيون منذ سقوط صنعاء بايديهم. من موقع المصدر أونلاين، الحوثيون يقتحمون منازل في ذمار ويحولونها إلى مقرات لهم. الصين تحاول ترويض 23 مليون مسلم ليكونوا أتباعا للحزب الشيوعي. أهلا بكم. قبل أسبوع قالت رئيسة منظمة عالمية مهتمة بحماية الآثار إن القطع الأثرية التي سبق للمتخصصين رؤيتها في أيدي الحوثيين تمت مشاهدتها وهي تباع في أسواق أوروبية، وتأكيدا لما ذهبت إليه تلك الباحثة فقد بدأ عناصر ميليشيا الحوثي بتنفيذ نهب جديد لما يمكن أن يباع. ووفقا لموقع صحونت، ميليشيا الحوثي تنهب مخطوطات وكتب نادرة من مكتبة الزبيد التاريخية. وقال الموقع نهبت ميليشيا الحوثي الانقلابية المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية وبينها نفائس نادرة من مكتبة مدينة زبيد التاريخية الواقعة بالقلعة التاريخية بالمدينة التابعة لمحافظة الحديدة. وقال مصدر محلي أن ميليشيا الحوثي لم تكتفي بنهب الكتب والمخطوطات الأثرية التي تحتوي على تاريخ وحضارة المدينة التاريخية، بل وصلت إلى نهب المولد الكهربائي الخاص بالمكتبة. وتوثق المخطوطات والكتب المنهوبة تاريخ المدينة التي كانت عاصمة اليمن من القرن 13 إلى القرن 15، وتمثل موقعا تاريخيا وأثريا كبيرا على مستوى الوطن العربي. ونطالع في تقرير نشره موقع مارب بريس بعنوان مهرجانات حوثية، تدشين جديد لمئات المقابر وتمجيد للقتلى. وقال الموقع أن الجماعة الحوثية في صنعاء استنفرت قادتها كافة للمشاركة في أحياء الاحتفالات السنوية التي تقيمها الجماعة تمجيدا لقتلاها ضمن ما تسميه أسبوع الشهيد، بالتزامن مع تدشين العشرات من المقابر الجديدة التي تطلق عليها رياض الشهداء. وبحسب مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة الجماعة الموالية لإيران، خصص قادتها مبالغ ضخمة من مؤسسات الدولة الخاضعة لهم في صنعاء ومن كبار التجار لتمويل الاحتفالات والإنفاق على تحركات عناصر الميليشيات في مختلف المديريات بناء على توجيهات مشددة من زعيم الجماعة. وذكرت المصادر أن الجماعة قامت خلال عام بتشييد أكثر من 100 مقبرة جديدة في صنعاء وصعدة والمحويت والحديدة وريمة وإبو ذمار لقتل الجماعة، لتضاف إلى 400 مقبرة كانت أنشأتها خلال السنوات الماضية. ودأبت الجماعة الانقلابية على محاكاة حزب الله اللبناني في إقامة ما تسميه أسبوع الشهيد بشكل سنوي، واختارت له ذكرى الأسبوع الذي قتل فيه الذراع الأيمن لمؤسس الجماعة حسين الحوثي عام 2004. الحب السائل، تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالها في صحيفة القدس العربية. إن كانت الحياة كلها سائلة كما قال عالم الاجتماع البولندي زيغموند بومان، فلماذا نصاب بالجنون حين تموت فينا أشياء وتولد بدلا منها أشياء أخرى؟ لماذا نغضب ولا نجلس أمام مرآة ونعمل على ترميم أنفسنا؟ ألسنا جزءا من هذا المجتمع الاستهلاكي الذي يستهلك كل شيء بما في ذلك العواطف ومن ذلك المحيط المليء بالنهايات؟ أليس هذا ما يثير قلقنا ويبث الرعب فينا كلما وقفنا على إحدى تلك النهايات؟ وإن كانت أسواق الاستهلاك تتغذى كلها على ذلك القلق، فإن العواطف وأسباب الحياة أيضا تتغذى عليه. وحلما نبلغ قمة الإشباع واكتمال الحالة التي نعيشها تنتهي وننتهي معها. هذا الفيلسوف المتأمل في سلوكات المجتمع لم يخترع شيئاً، فهذا الكلام نسمعه من كبار السن ولكننا لا نأخذه بمحمل جد، وإن فعلنا فكأن الأمر لا يعنينا بل يعني الآخرين. كان السؤال الذي يشغلني بعد تتبع هذه المعطيات كلها هو: هل يمكن اعتبار الحب الرابط الوحيد في علاقاتنا، بما أن الحب معرض للتلف في لحظة ما غير متوقعة
لماذا ربط بومان دوام الروابط العائلية القديمة بالنوايا؟ وهل يصح أن نربطها اليوم باحترام الذات؟ التفاتات اليوم للحب مجدداً سببه تمرد بعض الأناث العربيات وخروجهن من خيمة الحب التي تنصب لهن منذ ولادتهن، وقد تكون خيمة من ذهب وخدم وحشم وحرير وألماس وولائم خرافية ومجوهرات وطنة ورنة، فيما الحب البشري على طبيعته أبسط من كل هذه الكرنفالات وأغلى من كل هذه النفائس. إنه شيء قد نجده في عناق، في همسة، في كلمة، أو في لحظة صمت. كيف يكون شعورك عندما ترى منزلك الذي أقمته طوبة طوبة وقد أصبح مقرا للمقاتلين ومنه يتحكمون بحياة الآخرين؟ يجرب هذا الشعور أهالي ينهب الحوثيون منازلهم ويحولونها إلى مقرات، ووفقا لموقع المصدر أونلاين فإن آخر تلك المنازل في دمار، وعنوان الموقع: الحوثيون يقتحمون منزلين في دمار ويجعلونهما مقرات لهم. وقال الموقع أن المسلحين الحوثيين اقتحموا منزلين لمواطنين في مدينة دمار وصادروا الممتلكات من أثاث وأدوات منزلية أخرى. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين أن الحوثيين أخلوا منزل أحمد غيلان الشرجبي من الساكنين ونهبوا كل ما فيه وحولوه إلى مقر تابع لهم. في عملية مماثلة اقتحم الحوثيون منزل فضل الفاطمي واتخذوه مقرا لهم، ولقت تلك الخطوة استنكارا وإدانة واسعة، واعتبر السكان ذلك تصرفا يعكس حالة الإفلاس والانحطاط التي وصل إليها الحوثيون محملينهم مسؤولية نهب منازلهم واحتلالها. سياسيا نطالع من موقع يمن مونيتور تقريرا عن تعثر عملية السلام واقترابها من طريق مسدود، وعنوان الموقع: اتفاق السويد اليمني يعاني والأمم المتحدة تحاول إنقاذه. وقال الموقع أن اتفاق السويد بشأن اليمن يبدو أنه يقترب من الوصول إلى طريق مسدود بالفعل، وتحاول الأمم المتحدة إنقاذه، لكنها تعاني بسبب فقدان الثقة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وأعلن الحوثيون والحكومة انتهاء اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقات. وقال بيان الجماعة إن مكتب المبعوث الأممي إن الطرفين استكملا تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم. لكن هذه الخطوة كانت قد تمت خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عن كل المعتقلين عبر مطاري صنعاء وسيئون يوم 20 يناير، لكن مضى هذا الموعد دون إحراز تقدم. الصراع على العراق، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المشهور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: قبل عام من انطلاق الحرب، وتحديدا في سبتمبر أيلول 1979، شارك الرئيس صدام في قمة عدم الانحياز التي عقدت في هافانا. استقبل هناك وزير الخارجية الإيراني إبراهيم يازدي. بعد اللقاء حاول مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة عضو القيادة القطرية لحزب البعث صلاح عمر العلي تشجيع صدام على تعميق الحوار مع إيران الخميني التي كانت تجتاز فترة اضطراب. كان رد صدام قاطعاً: هذه الفرصة قد لا تتاح مرة كل 100 سنة، الفرصة متاحة اليوم، سنكسر رؤوس الإيرانيين وسنعيد كل شبر احتلوه وسنعيد شط العرب. وكان صدام افتتح عقد السبعينيات بإحباط ما عرف بمؤامرة الراوي التي رعتها الأجهزة الإيرانية وبعلم الشاه نفسه. الفرصة التي قد لا تأتي مرة كل 100 سنة قدمت لإيران على طبق من ذهب وربما من دون تعمد. جاءت الفرصة عبر اقتلاع الأمريكيين نظام صدام وحل الجيش العراقي والذهاب بعيداً في اجتثاث البعث، وأدركت طهران أن الفرصة قد لا تتكرر، لهذا قررت التوغل في البنية العراقية، ليس فقط لمنع احتمال قيام عراق معاد لها، بل لضمان قيام عراق يدور في فلكها. لم يعد ممكناً اليوم الحديث عن صراع عراقي إيراني. إيران تقيم داخل العراق في نسيجه وقراره ويومياته.
إنها معبر إلزامي في اختيار الرئاسات وأصحاب المواقع الأمنية الحساسة، وإذا تفادت المجاهرة بحق التعيين فإنها تملك بالتأكيد حق النقد ضد الأسماء التي لا تنسجم وتوجهاتها. ما يمكن الحديث عنه اليوم هو ملامح فصل من الصراع على العراق بين أمريكا وإيران. إلى موقع الجزيرة نت والذي عنونا حول موضوع الألغام. الألغام في اليمن مسلسل من الموت لا يتوقف. يقول مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عارف القحطاني للموقع إن محافظة تعز هي الكبرى من بين محافظات البلاد التي تضررت بالألغام، حيث قتل فيها 416 مدنيا وأصيب 822 آخرين. ويضيف أن الحوثيين زرعوا آلاف الألغام دون خرائط مما صعب من مهام نازع الألغام. وتقول الحكومة أن الفرق الهندسية نزعت بالتعاون مع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة مسام ومنظمات دولية نحو 45 ألف لغم، أغلبها كانت مزروعة في مناطق مدنية. من جانبه يقول الضابط في القوات الحكومية عبد الكبودي الحوثيين يتحصنون بحقول واسعة من الألغام ويزرعونها بطريقة عشوائية، وحين ينسحبون تبقى تلك الألغام ومن بينها ألغام مضادة للدروع والأفراد. ويقول إن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية تبذل جهودا لإزالة الألغام، لكن تبقى تلك الجهود غير كافية، إذ أن مئات الألغام زرعت في الحقول والطرقات الفرعية والمنازل. صحيفة لوبان الفرنسية عنونت في الشأن اليمني: تحالف بقيادة الولايات المتحدة يقول إنه دمر مواقع الطائرات بدون طيار في اليمن. التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن صرح يوم الأحد أنه دمر 7 أهداف للمتمردين حول صنعاء، بما في ذلك المواقع المستخدمة لصنع وتخزين وإطلاق الطائرات بدون طيار. العقيد السعودي تركي المالك المتحدث باسم التحالف قال إن التحالف نفذ عملية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، بما في ذلك مصانع الطائرات بدون طيار حول صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. وبحسب اللقطات التي صورتها وكالة الأنباء الفرنسية، وقعت سلسلة من الانفجارات في الليل من السبت إلى الأحد في صنعاء العاصمة اليمنية. وفقا للعقيد المالكي فإن الأهداف التي تم تدميرها هي من بين أمور أخرى مواقع تخزين الطائرات بدون طيار، فضلا عن ورش عمل لصنع الطائرات بدون طيار والقنابل مع مواقع اختبار وإطلاق. إسرائيل في الحلف الدولي على إيران. تحت هذا العنوان كتب أسامة عثمان مقاله في صحيفة العربي الجديد مضيفا: مؤكد أن لإسرائيل أهدافا ذاتية استراتيجية أمنية في منع تموضع إيراني في سوريا وعلى مقربة من الجولان السوري المحتل، لكن ذلك الهدف أيضا يتقاطع أو قد يوظف في هذه المرحلة في دمج إسرائيل في المنطقة في تجاوز واضح لما كان يشترط عربيا بحل نهائي عادل للقضية الفلسطينية. وهذا التجاوز الذي جرى التمهيد له في خطابات إعلامية عربية تبرز الخطر الإيراني وتكاد تغض الطرف عمليا إن لم يكن دائما بصراحة عن الخطر الاحتلالي الذي يزداد تفاقما في فلسطين أولا وفي المنطقة مشفوعا بزيارات تطبيعية متبادلة. ثمة في السياقين الإقليمي والدولي ما يمكن أن يفسر هذا السلوك الجديد في درجة وضوحه، فبعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أضحى هدف واشنطن الأول والمعلن هو الحشد الإقليمي ضد إيران، ترمي هذه الحرب التي يراد بها تحقيق ما يتجاوز احتواء النفوذ الإيراني وإرضاء دول خليجية تلح على خطورته إلى تفعيل المناخ المناسب لتمرير إسرائيل أو دمجها في الإقليم قوة مشاركة وطبيعية. ولذلك دعيت للمشاركة في القمة الدولية بشأن إيران التي يعمل على عقدها الشهر المقبل فبراير شباط في وورسو، ودعيت إليها دول عربية منها دول عقدت معاهدة سلام مع إسرائيل وهي الأردن ومصر، ودول لا تعترف نظريا بإسرائيل ولا علاقات دبلوماسية لها معها السعودية والبحرين والإمارات والمغرب. ومع هذه السياسة الأمريكية المباشرة في عهد ترامب أضحت الأهداف لا تحتاج تحليلا ولا تحتمل الظنون. يختصر ما سبق دعوة بومبيو المباشرة
في الجامعة الأمريكية في القاهرة إلى إنهاء جميع الصراعات بين دول الشرق الأوسط من أجل التصدي لما وصفه بنفوذ الإيراني في المنطقة. فهل يقبل العرب هذه الذريعة لإسدال الستار عملياً على القضية الفلسطينية والحقوق العربية؟ تتظاهر الصين بأنها منفتحة وتدعي أنه ليس لديها ما تخفيه في منطقة شينجيانغ، فيما تسعى في نفس الوقت إلى ترويض ما يقرب من 23 مليون مسلم ليكونوا أتباعا طائعين للحزب الشيوعي في البلاد، وتعنون شبكة الدي دبليو في صفحتها الرئيسية: الصين مساع لضم المسلمين إلى خط الحكومة. وقالت الشبكة الألمانية: الصين لن تتزحزح عن برنامجها الناجح لإزالة الراديكالية في شينجيانغ، حيث سيخضع مع مرور الوقت عدد أقل من الأشخاص للبرنامج الحكومي للتربية والتعليم. كما أعلن سجناء بحضور مرافقين صينيين أنهم يوجدون هناك بمحض إرادتهم للتحرر من أفكار متطرفة، وحصلت الزيارات للمؤسسات والمحادثات تحت مراقبة مستمرة لممثلي السلطات الصينية. وفي الوقت الذي تحاول فيها القيادة الصينية البرهنة على الشفافية في شينجيانغ، فإنها تنفذ ما يسمى إضفاء الطابع الصيني على الإسلام في البلد، ومن أجل هذا الغرض تم اعتماد خطة سنوية خمسية تمت مناقشتها في بداية يناير مع ممثلين عن مسلمين في ثمان محافظات ومناطق خلال جلسة عمل في بكين. وأعلن موظف من قسم عمل الحزب الموحد الحزب الشيوعي الصيني أن 2019 ستكون سنة حاسمة لتنفيذ هذه القوانين، وأن الجالية المسلمة في الصين يجب أن تحسن موقفها السياسي وتثق في القيادة عبر الحزب. وبأيام قليلة قبل انعقاد هذا المؤتمر حول سياسة الإسلام، ظهر مجددا السلوك العنيف للدولة الصينية تجاه الإسلام غير المنظم، إذ تم إغلاق 3 مساجد غير قانونية في محافظة يونان الجنوبية الغربية على إثر مداهمة للشرطة. هوس الناس باللاعب المصري محمد صلاح لم يعد محتكرا على الرياضة فقط، بل كما قالت صحيفة الشرق الأوسط تعداه ليصل إلى النمل. لتعنون الصحيفة: نملة تحمل اسم محمد صلاح. العالم المصري كرم لاعب نادي ليفربول محمد صلاح بطريقة فريدة وغير عادية. موقع ليفربول كيو البريطاني ذكر أن البروفيسور المصري مصطفى شرف، ويعمل بجامعة الملك سعود، هو أيضا أستاذ زائر في المتحف العالمي في ليفربول، أطلق اسم صلاح على نوع جديد من النمل اكتشفه في سلطنة عمان. وأطلق البروفيسور شرف، وهو من أشد المعجبين بصلاح، اسم ميرانو بولوس مصلاح على النوع الجديد من النمل الذي اكتشفه. وتتميز النملة المكتشفة بحركتها البطيئة، لذلك فهي تقضي وقتا طويلا في بحثها عن الغذاء وتفضل العشب الخفيف. دلالات الورود كثيرة، منها للجمال أو للاحتفال أو حتى للتعزية في كثير من الثقافات. صحيفة الديلي تلغراف نشرت بعضا من صور تتواجد بها الورود بدلالات مختلفة، بالإضافة لصور أخرى منوعة نتابعها معكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف.
وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.